مساء الخير، هذا تمرين لعب، يعني سموه game related to practice، لعب متعلق بتدريب، تدريب متعلق باللعب. يعني التسمية الشائعة هي تمارين لعب، يعني تلعب 8 ضد 8 وهاي المنطقة المحددة تشوفها، وفي منطقتين يسموها target area، هاي ماكو صغيرة نهاية الساحة، هذه منطقة يسموها التارجت اريا. هاي التارجت اريا اللاعب يكون، يعني هاي من تمارين شائعة يعني كثيرة التطبيق في ميادين كرة القدم الأجنبية والعربية، إنه الفريق الحائز على الكرة يحاول يسجل بأي من هذين المنطقتين. كيف يسجل الهدف؟ أن يأتي بالكرة ويضعها داخل المنطقة، حال ما يدخل اللاعب للمنطقة لا يجوز لأي مدافع أن يلاحقه. تمرين عادي، سجل هنا نفس اللاعب اللي دخل للساحة، يعيد اللعب، يهاجم الجهة الأخرى، فيسموها ترانسفير دي بول فروم سايد تو سايد، نقل الكرة من جانب إلى جانب، أو من تارجت أريا تو تارجت أريا باستمرار بدون توقف. سجل هنا، إنه لازم يسجل هنا، ما يصير يسجل هنا مرة ثانية، فذهاب وإياب، ذهاب وإياب، مثل الشطر رانينج يصير شطر سكورينج. زين، يعني ذهاب وإياب، ذهاب وإياب، مكوكي، تسجيل مكوكي. هذا نوع شائع جدا في تدريبات كما قلت وأكرر، ومن أحسن التمارين في كرة القدم. المتغير الجيد في هذا التمرين يحدث كالتالي، أنه الفريق هسه الأزرق يحاول يسجل بهاي عشان يرجع يسجل بهاي، صح؟ لكن ما يحدث بالمتغير الأول هو أنه عندما يسجل الفريق الأزرق في منطقة الهدف هاي، عندما يضع الكرة هنا، المدافعين ما يدخلون من يضع الكرة، انتهى الموضوع بعد بالنسبة للمدافعين. نفس اللاعب السجل ما يحق له يعيد اللعب للساحة عشان يهاجمون منطقة الهدف الأخرى، وإنما يترك الكرة ويدخل اللاعب. شوف هذا اللاعب الأزرق بعد لعب مناولة جدارية مع هذا اللاعب، نجح بالدهرة الدخول للمنطقة، ثبت الكرة وانسحب لداخل الساحة. من ذهب للساحة للكرة؟ ذهب لها لاعب أزرق آخر غير اللاعب اللي سجل. فهذا اللاعب سجل ووضع الكرة ودخل للساحة، بقت الكرة فاضية مباشرة، عشان يصير تبديل مراكز بين اللاعب الحائز على الكرة السجل واللي دخل للساحة، وبين لاعب آخر يأتي من الساحة إلى منطقة الهدف عشان يكرر اللعب بالاتجاه المقابل عشان يسجلون بهذه منطقة الهدف. ولذلك يقال أنه سجل منطقة الهدف، اترك الكرة لزميلك، لابد من زميل ينطلق للكرة عشان يدخلها باللعب بالساحة ويدخل معها ويصير الهجوم باتجاه منطقة الهدف البعيدة، فيصير نقل للكرة من نهاية إلى نهاية ومن منطقة هدف لمنطقة هدف. يكون من التمارين الراقية جدا جدا، خصوصا إذا أدخلت هذا المتغير الذي يعني تبادل المراكز في لحظة تسجيل الهدف في منطقة الهدف. صير تبادل مراكز، اللي سجل يدخل للساحة يعوف الكرة، المدافعين ما لهم حق يهاجمون الكرة، وإنما من يترك الكرة ويدخل للساحة معناها الكرة تنتظر أحد يأتيها من الفريق المهاجم اللي سجل. فيصير تطبع عند اللاعبين عندما يشوفون اقتراب أحد زملائهم بالنجاح بالاختراق ووضع الكرة في منطقة الهدف، ينطلق أقرب لاعب أو لاعب آخر، مو شرط الأقرب لاعب، للاستحواذ على الكرة ولعبها لداخل الساحة للزملاء والمشارك معهم للتسجيل في منطقة الهدف الأخرى. طبقوا هذه تمارين اللعب، لأن كل تدريب كرة القدم أو روحه السبيريت مال التدريب أو الكريتيكال أو التدريب المنتجي هاي التمارين.
لماذا هاي التمارين؟ لأن هاي تمارين لعب من اسمها قريبة إلى واقع اللعبة. مين واقع اللعبة؟ فريقين. مين واقع اللعبة بعد؟ كرة أكو. وين واقع اللعبة؟ أكو ترانزيشن، انتقال، انتقال كلش كبير هنا بهاي التمارين. زين؟ فالفريق المدافع لما يحصل كرة يصير مهاجم، ينتقل للعملية الهجومية، بينما الفريق كان مهاجم يصير مدافع. لذلك تشوف هناك تبادل للأدوار السريع بين اللاعبين وتبادل الاتجاهات اللعب. فالفريق الأبيض يدافع عن منطقة الهدف هذه، ومباشرة ذاك الفريق سجل هنا راح يستدير كل الفريق حتى يدافع عن منطقة الهدف، وهنا إذا نجحوا الأزرق مرة ثانية يستدير كل الفريق يدافع عنها. هناك انتقال عجيب في مثل هذه التمارين، يحسن ناحية الترانزيشن بشكل كبير، ويخلي الفريق قادر على نقل الكرة بمختلف اتجاهات الساحة. هذا يسموه انتقال، نقل الكرة من جانب إلى جانب، سايد تو سايد. لو لعبت التمرين بالطول يسموه نقل الكرة من نهاية إلى نهاية، transfer the ball from end to end، يعني يصير اللعب عمودي، لأن هاي الساحة عمودية، هسه احنا نلعب ساحة أفقية، فيسموه نقل الكرة من هاي يسموه جانب إلى جانب، منها تصير رمية جانبية، منها تصير رمية جانبية، جانب بالعمق من يصير، يصير التمرين مختلف كليا. من نلعب بهذا الاتجاه الهوريزونتال يسموه الأفقي، احنا بالحقيقة نسعى إلى تطوير ما يعرف باللعب بالوسع. بس من نلعب عمودي نفس هاي الساحة بس نسويها عمودية، نلعب بما يعرف بتحسين اللعب في العمق، وهن مبدئين هجوميين. أسأل الله لكم التوفيق وراحة البال يا رب العالمين. شكرا جزيلا. واليوم اليوم كم؟ 2/12/2020.